دلوقتي معانا استاذ صبحي ربيع، رئيس الاداره المركزيه بالطرق والكباري. يا استاذ صبحي، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. العدد اللي احنا او اللي تم ضبطه يعني تقريبا 187 قائد لمركبه او لسياره وهو تحت تاثير المخدر. اولا تقييمك للعدد، تاني حاجه يا فندم يعني ايه سواق سياره او سواق عربيه بيسوق وهو يعني في حاله من يعني ذهبان العقل او المخدر وما الى ذلك، يعني ده معناه ايه يا فندم؟ طبعا العدد 187 ده لو هنيجي نحسبه ولما نرجع لاحصائيات ثانيه سابقه هنلاقي ان في كل حملات تحليل المخدرات في حوالي 25% على الاقل من السواقين بيسوقوا تحت تاثير المخدر. ده معناه طبعا نسبه عاليه جدا من الحوادث احنا بنشوفها كل يوم. يعني كل يوم النهارده في حوادث وقتلى بالعشرات، يعني اقربها مثلا الحادث اللي راح ضحيته 28 في ادفه. نعم. وتاني يوم في نفس تاني يوم على طول واحد برضه حادث جاي في طريق مزدوج في هنا اللي هو طريق هنا سفاجه من ناحيه هنا جاي الوش بالوش وجاي عكسي. وبعدين حضرتك تيجي تمشي في الشارع وبتبص تلاقي بتاع الميكروباص عمال يحتف عليه وتيجي حتى تزعقي له، هو مش دريان ولا بيبص للي بيشتمه ولا بيبص للي بيعاتبه. ولا بيحس بكلاكس حتى ولا بقلبات نور ولا باي حاجه ولا اي حاجه خالص. هو مش شايف الا نفسه والحق اي صف فاضي بيخش فيه، ما بيهموش بقى مين جاي يمين مين جاي شمال. فيعني الحملات دي بصراحه دي حملات مثمره ودي هتساعد على الحد من المخدرات. لإيه؟ في الكوميسيون الطبي للاسف السواقين بيتحايلوا بياخدوا ادويه معينه بيوصفها لبعض الصيادله فاسدي الضمير وبيدوهم ادويه مضاده بحيث لما يخش في قلب الكوميسيون يطلع ان التحليل سلبي. فالحملات دي طبعا دي مهمه جدا لانها بتبقى على الطريق مباشره. وطبعا مره على مره لما تسحب رخص القياده نهائي منه، وده يعني في تعديلات قانون المرور الجديد اللي هو يبقى بالنقاط ده هيبقى يمنع من القياده تماما، ممكن سنه ممكن طول عمره. فيعني دي حاجه يعني بصراحه ربنا كنا يعني بنشجعها واحنا بنثمن جهد الإدارة العامة للمرور في الحملات دي. نعم، يعني أعتقد أن قانون المرور الجديد أستاذ صبحي يعني في بنود من العقوبات مغلظة على مثل هذه يعني المخالفات، يعني أعتقد نعم. طبعا ده ممكن توصل في عقوبات لمنع من القيادة طول حياته. دي طبعا هو لازم يحافظ على أكل عيشه طبعا، يبقى منتبه. تمام. تعبان. المخالفات الأخرى، المخالفات الأخرى أستاذ صبحي يعني زي تجاوز السرعة المقررة، زي مثلا القيادة في الاتجاه المعاكس، حاجات كتيرة قوي مخالفات وعنها حدث ولا حرج. أخبارها إيه يا فندم؟ يعني عمليات مراقبتها ورصدها وضبطها، في جديد في هذا الموضوع؟ إحنا بنبتدي مشروع رائد دلوقتي في الطريق الدايري اللي هو طريق بنعمل نظام اسمه الاي تي اس اللي هو ترانسبورتيشن، يعني اللي هو نظم النقل الذكيه بحيث ان الطريق كله هيبقى متراقب بالكاميرات. في كاميرات تابعه للاداره العامه للمرور طبعا هتراقب كل سنتي في الطريق، في كاميرات احنا عشان الاختناقات وعشان عيوب الطريق. كل الكلام ده هيساعد كتير جدا سواء الاداره العامه للمرور ولا هيئه الطرق في ضبط الحاله المروريه، وده الطريق الدايري هو بدايه انطلاقه لبقيه الطرق ان شاء الله. ان شاء الله. ده يعني في جدول زمني قد ايه استاذ صبحي؟ يعني احنا بنعمل ان شاء الله على اوائل السنه الجايه يكون شغال النظام ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. خلاص بروتوكول اتعمل مع وزاره الاتصالات عشان نقل الداتا ونقل المعلومات وشغالين فيه، ومنحه من الاتحاد الاوروبي وان شاء الله يظهر مرور في اوائل السنه باذن الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ صبحي ربيع، رئيس الإدارة المركزية بالطرق والكباري.